بسم الله. قبل ما نبدأ نعمل initialization للماب أو نبدأ نعرض فعليا الماب، لازم نعمل حاجة اسمها map options object. بنبني object اسمه map options، options الخيارات الخاصة بالماب، وبنحط جوه مجموعة من values أو قيم لمتغيرات، خلاص، عشان نقدر نقوم الماب بالشكل اللي احنا عايزينه. والمابز في طبيعتها او الماب اوبشنز في طبيعتها فيها ثلاثة مين اوبشنز او اوبشنز رئيسية، اللي هي السنتر والزوم والماب تايب اي دي. والماب تايب ايه؟ اي دي. اول حاجة السنتر. السنتر هنا في البروبرتي دي we have to specify the location، المفروض نحدد المكان where we want to center the map، اللي هو هيبقى في وسط الماب. يعني مثلا هل انت عايز الماب لما تيجي تفتح تبقى مثلا عارضه في وسط الخريطه، مثلا السعوديه عارضه في وسط الخريطه، مثلا كندا عارضه في وسط الخريطه، مثلا مصر كده، خلاص. وبنحدد اللوكيشن ده من خلال حاجه اسمها lat lang اللي هي اختصار كلمه latitude longitude، اللي هي الاكس والواي بتاعت المكان، خلاص، اللي احنا بنسميها اللاتيتيود واللونجيتيود، اللي هي الاماكن بتاعت الاكس والواي بتاعت المكان عشان اقدر احدد. يبقى احنا عشان نحدده بنكريت لات لانج اوبجكت، يبقى بنكريت اوبجكت تاني، يبقى الاوبجكت الاولاني خلاص ماب اوبشنز جواه لات لانج اوبجكت عشان نبصيله اللاتيتيود واللونجيتيود الاكس والواي بتاعت المكان اللي هو الريكوايرد لوكيشن، اللوكيشن اللي احنا طالبينه عشان يبقى يوصل للكونستراكتور ده، او لما نيجي ننشئ بشكل مباشر، لما نيجي ننشئ بشكل مباشر الماب الماب اوبشنز، بنعرف اوبجكت اسمه لات لونج ونبعت له على الطاير ككونستراكتور الاكس والايه والواي اللي هي اللاتيتيود واللانجيتيود بتاعت المكان. عرفنا السنتر. تاني حاجه الزوم. الزوم هي درجة طبعا الزومنج، القرب أو البعد، وإحنا بنحدد الزوم ليفل بتاعة الماب، بنحط بقى رقم 9 8 3 2 ونكبر من بعيد أو من قريب زي ما إحنا عايزين. أما الماب تايب أي دي، ودي مهمة جدا الماب تايب أي دي، وفي البروبرتي دي we have to specify the zoom the following are the three the types of maps provided by Google. يعني ثلاث انواع من المابز دول، او اربع انواع اسف من المابز ديت جوجل بتقدمها لنا. اول نوع اسمه رود ماب. رود ماب في منه النورمال العادي، وفي الديفولت 2D 2D ماب، ماب بال 2D، وفي ساتلايت، ودي ايه فوتوغرافيك ماب، صور بالساتلايت، وفي هايبريد، وده معناه دمج او كومباينيشن اوف تو اور مور اذر تايبس، يعني كومباينيشن دمج ما بين اكتر من شكل من اشكال المابز الموجوده. وفي بقى اللي هو الترين، وده مهم جدا، اللي هو خاص بعرض الحاجات اللي تخص التضاريس في الارض زي الماونتينز، الجبال، الرايفرز اللي هي البحار الى اخره، خلاص. ده شكل رابع من الاشكال. طيب، احنا في الخلاصة ان احنا عايزين نعمل لود للماب ونحط لها الماب اوبشنز الأساسية اللي هي السنتر والزوم والماب تايب، خلاص، بأنواعها اللي هي الرود ماب والساتلايت والهايبريد والايه والترين. عشان نعمل دي نعمل ايه؟ هنروح كده على الصفحة بتاعتنا، احنا كنا عملنا الدبابة بتاعتنا ايه؟ هنعمل هنا فانكشن، هنسمي مثلا فانكشن دي لود ماب عشان تبدا الفانكشن دي هي اللي تقوم، ونحطها ما بين سكريبت وسلاش سكريبت في الهيد مثلا، وهي كده سكريبت. وفي السكريبت ده انا ممكن اقول اللانجوج، اللغه، او تايب نوع اللغه دي، هنقول له تكست على جافا سكريبت. ادي السكريبت بتاعنا، وهعمل فانكشن هنا
وسميها load map، ما بتاخدش اي حاجه كده، وادي بدايتها وادي نهايتها. وعايز احط جواها الماب اوبشنز، هعمل var variable يعني واسميه map option options بيساوي، وقمت حاطط جواه، هعمل كده كاري عشان اقدر احط جواه القيم اللي انا عايز ابعتها. اول حاجه center، خلاص قول ده بيساوي، عايز ابعت له بقى زي ما اتفقنا ايه اللاتيتيود واللونجيتيود بتاعت المكان اللي هيبقى في النص. اقول له عايز اعرف اوبجكت، او اعمل نيو كده على الطاير، نيو جوجل دوت مابس، خلاص جوجل دوت مابس دوت لات لانج، لات لانج، وادي له هنا هنا هو الاكس والواي الحته دي، سيبك من دي دلوقتي، بديله الاكس والواي بتاعت اي مكان. طبعا تخش على جوجل مابس بيطلع لك فوق اكس واي، بتاخد اكس واي. يعني لو دخلت مثلا على هنا كده وقمت قايل مابس دوت جوجل دوت كوم، وفتح لي هنا كده الخريطه خلاص، وكتبت اي مكان. طبعا هو جاب هنا مصر على اساس المكان اللي بسجل فيه، بس انا طلبت بحيره طبريه خلاص. فاداني فوق لو تاخد بالك ادي الايه الاماكن اللونجيتيود واللاتيتيود بتاعتي، تمام. كنا شفنا كده وركزنا في الكلام المكتوب فوق، لا ادي 32 و7 وكسور و35 وكسور و13 زوم. فممكن ببساطه ناخد كده خلاص، تعمل بيست بقى 32 و7 و9 35 ومش عارف ايه وايه، تمام كده. كلام كامل، كلام جميل. كوما كوما ده السنتر، الزوم بقى هو اللي بيساوي، ممكن احدد الزوم لو انا عايز نفس الزوم ده. تلاحظ ان الزوم هنا كام؟ 13، ممكن اقول له 13 ماشي. بعدين نحدد مين الماب تايب اي دي، طبعا ماشيين كامل كيس، يعني بعد اول كل كلمه، اول كل كلمه تبدا بكابيتال الا اول كلمه بتبدا سمول، يبقى دايما الديفولت بتاعي سمول، واول كل حرف من كلمه ثانيه ثالثه رابعه الى اخره بيبقى كابيتال، ده يعني الديفولت يعني اسمه كامل كيس. هقول له برضه دي جوجل دوت ماب تايب اي دي دوت، قلت له انا عايز منها مثلا رود ماب، سيبت كده كلها كابيتال، رود ماب خلاص. كده نكون خلصنا بس الماب اوبشنز، واديت الاوبشنز الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عنها. طبعا هنا برضو ممكن نحدد الماب تايبس بتاعتنا، بس مش مهمتنا دلوقتي، ده مهمتنا اللي احنا بنعمله. كلام جميل. طيب بعد يقول لي كده خلاص حددنا الاوبشنز، قلت له اه بس احنا ما نديناش للود ماب عشان تقوم، يعني احنا عملنا اللود ماب بس ما نديناش عليها، صح ولا ايه؟ ما نديناش عليها. مش هنقدر نشوف حاجه دلوقتي، يعني لو جينا عملنا كده فريش على الصفحه بتاعتنا احنا، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه. ليه؟ هنشوف ان شاء الله مع اخر الدرس نكون طلعنا. يبقى كده احنا عملنا ايه؟ الماب اوبشنز. طيب بعد كده قال لي كرييت الماب اوبجكت، يبقى لازم نعمل الخطوه اللي بعد كده، الخطوه رقم 5، ان انا كرييت الماب اوبجكت. ايه هي؟ احنا ممكن نعمل الماب من احنا نشيت حاجه كده جافا سكريبت كلاس اسمه ماب، يعني بنتكلم بقى الماب، بنعمل ماب كمتغير يعني بجافا سكريبت فاريبل كده اسمه اوبجكت، اوبجكت او كلاس، عشان نبعت له اتش ام ال كونتينر اللي هو الديفايه بتاعتنا، ونقول له ان الديفايه دي هي اللي المفروض
تشيل الماب ديت بالاوبشنز ديت. خلاص كده يبقى لازم اعمل ماب اوبجكت وابعت له الدفايه اللي هتشيل الماب، هي القطعه اللي احنا عملناها كانت صفرة دي اللي هتشيل الماب، وتشيل واحط فيها كمان الاوبشنز الخصائص او المواصفات اللي انا حددتها واللي المفترض ان هي ايه تتعرض الماب طبقا للمواصفات اللي انا حددتها، زي المكان اللي احنا حددناه والزوم ونوع الايه والنوع كمان اللي احنا عملناه. طب عشان نعمل دي نعمل ايه؟ نرجع كده البراكتس. بعد ما خلصت عملت ظبطت الماب اوبشنز، قام جاي هنا معرف بار ماب خلاص، وده هيجيبه منين؟ قلت له نيو جوجل دوت مابس دوت ماب، يبقى جبت الماب من جوجل مابس. قال لي ماشي، ابعت لي هنا بقى اول حاجه الدفايه اللي هتعرض فيها. قلت له سميتها ماب 1. قال لي ماشي جيبها. فهقول له عشان ادي عليها هقول له الدوكيمنت عشان ادي عليها بجافا سكريبت هقول دوكيمنت الملف بتاعي، فبيدور على الملف بتاعي اقول له جيت element، عايز انادي على element by id، فعندي اجيب element بالاي دي بتاعه، واحنا اصلا كده مسميين الاي دي بتاعه ماب 1. انا بس هاخدها على سطر جديد كده عشان ما تبقاش ايه مصعبه. ايوه كنترول مع سبيس جيت element by id. قال لي ماشي اديني الاي دي ده عشان اعرف اجيب بيه. قلت له الاي دي بتاعنا كان اسمه ماب 1، فكده هيجيت الاليمنت ده اللي اسمه ماب 1 خلاص. وادي له كمان الاوبشنز زي ما اتفقنا، قلت له اه الاوبشنز دي اللي هي ماب ايه؟ ماب اوبشنز اللي احنا حددناها. يبقى انا كده عرفت حاجه اسمها ماب، ودي جبتها من ماب اللي جوه مابز جوه جوجل، اديتها تو اوبشن تو بارامتر او تو حاجتين يعني، اللي هو ناديت الاول على الدفايه اللي هيتعرض فيها الماب، وبعت له الاوبشنز اللي انا مظبطها عشان الماب تتعرض بنفس الاوبشنز دي. دي كده اه كلام جميل. يبقى الحته دي اللي هي البرزنتيشن بتاعنا كده عباره عن ستيب نمبر 5. دي الستيب نمبر ايه؟ نمبر 5 اللي احنا بنعمل كريتنا كلاس بجافا سكريبت اسمه ماب عشان نقدر نجهز الكلاس ده ونبصيله حاجتين، ال HTML كونتينر اللي هو الديفاي بتاعتي اللي هي هتهولد اصلا الماب او اللي هتحمل الماب، والماب اوبشنز اللي المفترض ان الماب تتعرض بايه؟ طبقا للاعدادات او طبقا للخيارات اللي انا ظبطتها جوه الايه؟ جوه الماب اوبشنز. الخطوه اللي بعد كده قال لي لود ذا ماب، يلا نحمل الماب دي. يعني كل اللي عملناه حتى الان لو جينا بصينا هنا وعملنا كده الماب موجوده وجهزنا كل حاجه، بس ما قلنالهاش تعرضي، ما قلنالهاش ايه؟ اتعرضي. لازم اقول ان الماب اتعرضي. في كذا طريقه ان انا اقدر اقول للماب اتعرضي، يعني ممكن اجي هنا على 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 البادي وايه بالبادي، البادي ده اللي هي الصفحه زي بس اقول له هي الصفحه وبتلود او هي بتقوم، نادي على كل الكود اللي احنا حطيناه جوه الفانكشن اللي اسمها ايه لود ماب، هيشوف الاوبشنز ويعرض الماب. حلو كده، هيعرض الماب زي ما هو عارف المكان هيتعرض فيه وعارف الاوبشنز. فانا ممكن اجي هنا في البادي واقول له اون لود بتساوي، واقول له نادي على لود ماب دي لود ماب، وبكده المفترض ان اول ما الصفحه تقوم تحمل الايه الكلام ده كله فتقوم الايه الحاجه. انا قلت لهم تعمل ريفريش. طيب احنا بنحاول دلوقتي نشوف المشكله، عايز يلود ليه؟ كليك يمين كده ونعمل انسبكت عشان نشوف المشكله فين. اه طلع لي ادي ايرور، قال لي cannot read property اللي اسمها رود ماب، مش قادر يقرا الرود ماب دي. احنا لو دوسنا على دبل كليك كده او هنا اهو جاب لي الكود بتاعنا ال HTML map type id google.map type id .road map. السطر ده فيه مشكله، معناه ان فيه غلطه عندنا مكتوبه في البروبرتي ولا حاجه. نراجعها مع بعض. map type id dot google اه منسية فعلا dot maps dot google dot maps جوه maps dot map m capital t capital i capital وكده، رود ماب كلها كابيتال.
كده كلام جميل. سيف كنترول اس وارجع هنا اعمل ريفريش. عدى دي عدي عدى السطر ده وجاب لي ايرور على السطر الثاني نيو جوجل دوت مابس دوت ماب في الكود بتاعنا، وبرده مش قادر ايه يدور على جوجل. ماشي نخش كده في الكود بتاعنا ونركز ثاني. ماب بتساوي نيو جوجل دوت مابس دوت ماب. ايوه ماب ام دي لازم تكون كابيتال، مابس دوت ماب معلش كيس سنسيتيف. تعال نرجع نعمل ريفريش. ايوه بدات تطلع سليمه كده تمام. ادي فعلا ادي الايه البحيره بتاعتنا طلعت لنا بحيره طبريه. تمام دي طريقه كنا بنلود بيها الماب اللي هي البادي اون لود. احنا دلوقتي بنتكلم في اصلا في اللود صح. في طريقه ثانيه يمكن لود ماب وافضل يعني من ان احنا ننادي كده من ده. انا هخش على طول طبعا او كده كده الفانكشن بتاعتنا بتاعت لود ماب. الفانكشن بتاعتنا بتاعت لود ماب هتقوم خلاص لما ننادي عليها صح. ادي اولها وادي ايه وادي اخرها. بعد اخرها كده يعني بره ما بين سكريبت سلاش سكريبت يعني اول ما ننادي هتشتغل على طول. الكود اللي هيكتب هنا هيشتغل على طول بشكل مباشر. فاقول له في جوجل. هحاول استخدم طبعا كل حاجه بتاعت جوجل عشان نقوم حتى الماب كلها. دوت مابس دخل على المابس. دوت ايفنت. ايفنت يعني حدث زي الحدث اللي هو ايفنت اللي هو اون لود اللي احنا كنا عاملينه في البادي ده صح. دلوقتي هعمل كلمه بديله لده. دوت مابس دوت ماب دوت ايفنت دوت اد دوم خلاص. ودوم ده ليه قصه طويله معانا ممكن نبقى نحكيها او ممكن نبقى ندي عنها نبذه يعني بسيطه. لكن دوم ليزنر فليزنر هنا يعني مستمع او مستجيب. ودوم دوم دي اللي هي دوكمنت اوبجكت موديول. وده ازاي نخلي الكود بتاع جافا سكريبت يقدر يتعامل مع ال HTML. المهم انا عايز اعمل ايفنت معلش ايفنت دوت اد دوم ليزنر. عايز حاجه تستمع لدخل تربط ما بين الجافا سكريبت اللي هنكتبها دي وبين ال HTML تحت. وقمت ايه فاتح قوس قال لي اديني اللي هتشتغل عليه. قلت له الويندو اللي هي الشاشه اللي معروضه خلاص. قال لي في انه ايفنت. قلت له الايفنت اللي انا عايزك تشتغل عليه اللي هو اللود لما يحصل لود. قال لي ماشي وفي انه فانكشن هتتربط باللود دي. قلت له اللود ماب اللي احنا عملناه. يبقى احنا كده خلاص يا جوجل خلاص بقى نشيل بقى ده نشيل الطريقه دي. ممكن تكون اصغر بس هنا مش حرفيه. هنا زي ما هنا بنستخدم كل الحاجات بتاع جوجل مابس او الاي بي اي بتاع جوجل مابس. تقول له ايفنت اد دوم ليزنر قلنا اللي هو المستجيب لان يخلي جافا سكريبت تتكلم ال HTML اللي تحت. قلت له الويندو لما يحصل لها لود شغل اللود ماب اللي هي الفانكشن بتاعتنا اللي سميناها لود ايه لود ماب. سيف كده ونرجع هنا نعمل ريفريش. المفروض يبقى نفس الاستجابه. وبكده نكون خلصنا يعني الليسن بتاعنا اللي عدينا فيه اللي عملنا فيه يعني ببساطه عرضنا ازاي نعرض الجوجل مابس وازاي نعمل لها لودنج بالخطوات اللي احنا قلناها اللي هم 6 خطوات. عملنا الاكزامبل وادي الايه النتيجه.